السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وخير وفي صحه وفي سلامه وسعاده. قبل ما نيجي نشوف هنقول ايه ونعمل ايه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده طبعا على مائده سفره رمضان، مش مائده الرحمن، مائده سفره رمضان. بصوا بينور، هنعمل عصير وهو بيبقى مطلوب في رمضان على طول. السفره ما تحلاش غير بيه ومعاه وليه، اللي هو السوبيا. ده سوبيا سايبه، تمام، ريحتها تحفه، جايبينها من كارفور طبعا. وده لبن ميدو سايب، دول ب 10 جنيه ودولت بكام؟ 27 جنيه. ده 27 جنيه. يبقى المقادير بتاعتنا سوبيا، لبن، هناخد طبعا مش هنحط كل الكميه دي، هناخد نص السوبيا على كيس اللبن دوت، عشان اللبن السوبيا بتحب اللبن الايه؟ البودر. وهنسكر، السكر بقى حسب الرغبه، وهندوبهم كله على بعضيه وكده يبقى عملنا الصوبيا. ونشرب بقى. عايزه تعمليه مهلبيه صوبيا، هتحطي المكونات ديت على بعضيها الثلاثه، وهنضيف معاهم معلقتين كبار نشا، تمام، وهنقلبهم على البرد، ونحطهم على النار ونعملهم مهلبيه القوام اللي انت عايزاه، وتغرفيه وتحطيه في الثلاجه وتاكلي احلى مهلبيه صوبيا. النهارده بقى هنعمل عصير الصوبيا، يلا بينا. وكمان هنعمل تمر، التمر السريع، مش التمر اللي هو بيتنقع وبيتغلي، لا، الولاد كلهم بيحبوا التمر السكر ده اللي هو السريع. في ناس كتير بيقولوا هو ده محتاج فيديو ومحتاج عمايل. ايوه محتاج فيديو ومحتاج عمايل. ليه بقى يا جماعه؟ عشان في ناس كتير ما بتظبطش المقادير بتاعته وما بتبقاش حلوه خالص. ما اعرفش بقى هو نفس ست الكل لولو اللهلوبه، ولا هم ما بيعرفوش يعملوه، ولا ايه بالظبط. برده هنحط معلقتين كبار من على الشفشق ده اللي انتوا شايفينه ده، يعني لتر، معلقتين كبار تمر على اديهم سكر الشفشق لتر ميه، هيظبط لك الدنيا وهيبقى مية مية. ده بقى هنحط له الصوبيا، بقى نعمل الصوبيا الاول، هنحط 3 معالق من بودرة الصوبيا، وطبعا هنكون مقلبين اللبن ده عليه، وهنحط سكر وهنعمله وهنوريه لكم، اللبن الصوبيا والتمر. عايزين نركز يا جماعه، الواحد صايم والتركيز كله رايح، اللهم اني صايم وتقبل منا يا رب. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ونقلب حلو قوي. ده مش بيبسي، ده تمر، واروح حاطاه في الازازه اللي انتم شايفينها دي واحطه في الثلاجه، تمام كده. التمر بتاعي اتعمل تمر ولله الامر، كده خلاص عملنا التمر بتاعنا. هقلبه حلو قوي، بصوا القوام بتاعه، كل الاولاد بيحبوه. ما ينفعش سكره رمضان عندي تبقى من غير تمر والصوبيا. جوزي بيحب الصوبيا، ولادي بيحبوا التمر. ربنا يا رب يصلح حالنا ونقدر نرضي الطرفين. كده خلاص جاهز عندي، هفضيه بقى في الازازه واحطه في الثلاجه. وهنروح برده نعمل ايه؟ الصوبيا مع بعض، نشطف في الشفشق ونرجع تاني نعمل الصوبيا. وبكده يا حبايبي يكون العصير بتاعنا خلص النهارده زي ما انتم شايفين كده. وعندي فكره حلوه قوي 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 ليكم، لما تكونوا معزومين عند حد يا ريت تاخدوا العصير الجميل ده معاكم، سريع وسهل ورخيص ومش غالي، وهيساعد وهيبقى حاجه حلوه وحركه حلوه منك. لما تكوني معزومه عند حد وتاخدي لك كده ازازتين ثلاثه، تعملي تمر، تعملي صوبيا زي ما انتم شايفين كده، حركه حلوه منك. والولاد الولاد كلهم بيحبوا الحاجات ديت، العصير الجميل دوت. يلا بقى ايه رايكم؟ رمضان كريم، بوجي وطمطم. انا الصوبيا مش مطلوب قوي عندنا، تمام، فانا كنت عامله تمر تاني، فعشان كده حطيت، عشان اطلع الازازه مليانه حطيت في الكوبايه. انا بس بوريكم، بس ايه، بقول لكم وجهه نظري يعني. ببرر موقفي ان الكوبايه الثانيه فاضيه ليه؟ عشان لسه بدري قوي على الفطار، واحنا زي ما قلت لكم معزومين، واخده معايا العصير ده معايا للعزومه اللي انا رايحاها، تمام. بحب اشغل الفانوس ده كل شويه كده يقعد ينور، فعشان كده ما صبتش العصير، عشان مش هعرف اعمله في الازازه تاني وممكن يتكب مني او ايه يروح نصه كده في الارض فيبقى حرام عليا. قولوا لي بقى ايه رايكم في العصير الجميل ده، وايه الفكره الحلوه اللي انا قلتها لكم ديت واقترحتها عليكم. الصيام الواحد مش عارف يتكلم من الصيام، اللهم اني صايم يا رب وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، صوما مقبولا وافطارا شهيا، وكل عام وانتم بخير، ويا رب كده يبلغنا ليله القدر، اللهم امين يا رب العالمين.
ونكتر من الادعيه يا جماعه وقراءه القران والصلاه. ربنا يرفع عنا يا رب اعمالنا كده وهو راضي عنا ويعتق رقبتنا من النار. قولوا امين يا رب العالمين ويبلغنا ليله القدر. ونقول بقى ايه؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا ولو حاجه بسيطه من الفيديو الجميل دوت. وصلوا على الرسول كده كتير طول ما انتوا قاعدين، وسبحوا طول ما انتوا ذكر الله في بقكم، وطول ما انتوا قاعدين كده اما بذكر الله تطمئن القلوب، قلبك هيبقى مطمن وربنا هيظبط لك حالك ويظبط لك دنيتك، واللي يحمد ربنا ربنا يزيده. معلش طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله.